من قال أن المندوبية الوزارية لم تتابع الملف؟ العكس، العكس، لا أنا ولا المندوبية الوزارية تابعنا الملف حتى قبل أن يصدر البيان، وبالتدقيق وكل يوم. وسيد منيوب رغم حالته الصحية، وأرجو من الصحافة أن تحترم الأستاذ منيوب، لأن الرجل عنده عائق صحي ورغم ذلك يشتغل ليل نهار، حتى أن أخاف في بعض الأحيان عليه من هذا العمل. فاحتراما لحالته الصحية واحتراما لمسؤوليته أن لا يكتب عليه الأكاذيب، رجل قدم الكثير في الإنصاف والمصالحة، قدم الكثير كمحامي، قدم الكثير كمسؤول، فممكن أن نناقش تصريحاته، ولكن على الأقل نترك الرجل وحالته الصحية، لأنه تكالب عليه البعض بتكالب لم يحترم حتى وضعه الصحي. فعلى الأقل في هذا البلد أقول للصحافة الإلكترونية شيئا من الخجل، خاصة حينما يكون الإنسان في ظروف صحية صعبة. وتتبع الملف واشتغل رغم حالته الصحية، اشتغل بالليل والنهار في هذا الملف، وأنا بالمناسبة أشكره. وهذا الموضوع كان فيه نقاش كبير بيننا، بيني وبين سي بنيوب، ولكن الرجل أدار الملف بعمل مستمر ولم تكن غائبة، لأنه جهاز إداري وليس جمعية. وبما أنه جهاز إداري يقوم بعمله الوظيفي والإداري، وليس بالضرورة أن يخرج للرأي العام، بل الوزير هو الذي يخرج للرأي العام. أو عندما أذن له أنا كوزير مسؤول عن المندوبية، أنا ذاك يقوم